السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هبدأ أشغل الانسكيب. لازم أختار طبعا فيو معين وأبدأ أختار من هنا أنا أنهي فيو اللي أنا هشتغل عليه، وليكن مثلا الفيو دوت، وأقول له ستارت فيبدأ يشغل لي الانسكيب. هيبدأ يظهر وبيتحمل، بيقول لي عندك اختيار اكسبورت، تقدر تصدر منه الملف يفتح على طول على الانسكيب. ده تلميحة بتيجي كده كل مرة بتفتح فيها الانسكيب. اهو فتح معايا اهوت. طيب نيجي هنا هنلاقي هنا تولز، اختيارات بتاعت الريندر للصورة اللي انت فتحها هنا. هو خلي بالك هو لايف، يعني هو بيتكلم على الحاجات اللي بتيجي هنا، فبيبدأ يصدر لك الصورة ديت. خلينا نسيفها مثلا على الديسكتوب، نقول له سيف. بيبدأ يعمل لها ريندر للصورة دي مش للي موجودة في الريفيت. وطبعا تقدر تدخل في سيتنج وتختار تصدير الصورة بشكل أفضل. ممكن تقول له أنا عايز الإعداد بتاع الصورة تبقى أفضل زي ما أنت عايز. تقدر تقول له مثلا الترا اتش دي، وطبعا كل ما تكبر كل ما المساحة تزيد، بوخة جارية تكلف تزيد. طيب ممكن نيجي هنا في الفيديو ونقول له مثلا لو أنا عندي كاميرا باص، تقدر تسيف الباص دوت أو تعمل له لود، أو تخش في الفيديو إديتور. تمام، الفيديو إديتور ممكن برضو تدخل له من الكي أهوت، وتبدأ تحدد لقطة معينة تقول له أد كي فريم، وتلف شوية كمان تروح مكان تاني وتروح قايل له اد كي فريم، وممكن تلف في مكان تاني برضو. والشيفت برضو يسرع لك لو انت عايز لقطة سريعة، واخد لي شوت برضو. تمام، وبعد كده في اي لحظة تقدر تشوف التوتال ديوريشن عايزه قد ايه، كام ثانية. وبعد كده هقول له بريفيو فيبدأ يوريك كأنك ماسك الكاميرا وتمشي بيها، فبيوريك الكاميرا هتبقى عاملة ازاي. ممكن لو دخلت في سيتنج هنا هتلاقي ان انت تقدر تتحكم في الخلفية. هنا اربان ممكن تقول لا ده انا عايزها مثلا غابة فورست، فيبدأ يجيب لك غابة كده، وتلاقي سيمبا وتلاقي الناس ديت. تاون فيبدأ يغير الخلفية للتاون بالشكل دوت. وتقدر تقول له هنا اعمل لي بانوراما، ريندر بانوراما عايز تشغلها على الكارد بورد زي الفيرشوال رياليتي كده، فيبدأ يعمل لك الريندر ليها، بحيث ان انت اول ما تلبس النظارة تبقى شايف كل حاجة حواليك. هو بيبدأ يعمل ريندر، فعمل ريندر الجزء ده والجزء ده والجزء ده. تاخد اللقطة دي وتبدأ تحطها على النظارة وتبدأ تحرك وشك فتشوف كل حاجة. دي بتبقى كويسة جدا في ان انت توري العميل الشغل بتاعك عامل ازاي، او ان انت تتخيل الشغل بتاعك هيبقى طالع ازاي. ده بالنسبة للبانوراما.